الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأزكى صلوات الله وتسليماته الزاكيات المباركات على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحيي جمعكم الكريم إخوة كراما وأخوات فضليات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حفظ المقاماتكم وألقابكم الشريفة الكريمة. وشكر الله لمنظمي هذا المنتدى المبارك وعلى رأسهم الدكتور هاني البنا، الرجل المبدع وصاحب الهمة المتوثبة، وبقية هذا العقد الكريم من الكوكب النيرة التي يسرت أسباب انعقاد هذا المؤتمر. النزعة الإنسانية هي سمت واضح المعالم بين القسمات في هدي ديننا الحنيف، ويكفي للدلالة على ذلك أن كلمة الإنسان تكررت في القرآن حوالي 63 مرة، وكلمة الناس تكررت حوالي 240 مرة، وكلمة بني آدم تكررت 6 مرات. وأول استهلال في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الجامع لرسالته: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكلمة العالمين تشمل الإنسان المكرم كما تشمل الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. كثيرون حينما يتحدثون عن العلاقة مع أمة الدعوة، الأمة أمتان: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هم معشر أهل الإسلام الذين استجابوا لله وللرسول، وأمة الدعوة غير المسلمين الذين ندعوهم بهداية الدين. يحسبون أن العلاقة التي يطلقون عليها وصف الآخر علاقة دائما منشأها العداء، وأن ما عداها يكون استثناء، وهذا ليس بصحيح. بالمناسبة، كلمة الآخر في المنظور الإسلامي هي تدل على ما سوى الذات، لكنها لا تشير إلى حالة عداء أو حرب بعينها إلا بإضافة ضميمة أخرى. ولذلك الآخر الذي يشكل عدوانا في كل الأحوال وفي سائر الظروف لا تنطبق إلا على وصف واحد، هو الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وما عدا ذلك فهو متحرك، فغير المسلم قد يسلم، والمحارب قد يسالم، والمعادي قد يصالح، فهي حالة متحركة. الحالة الثابتة من العدوان الدائم المتصل هي هذه الحالة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الإنسان هو محور خطاب الله تعالى في القرآن. خطاب الله تعالى في القرآن إما خطاب عن الإنسان أو خطاب للإنسان، وهذا الإنسان هو مخلوق مكرم خلقه الله تعالى بيديه، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه الأسماء التي هي مفاتيح العلوم واللغات، وعلم آدم الأسماء كلها، هي مفاتيح العلوم واللغات، وسخر له ما في السماوات والأرض جميعا منه، وزود هذا الإنسان بكل الملكات والمواهب والمهارات ليحقق غايات الوجود. غايات الوجود هي ثلاثة: الغاية الأولى العبودية الاختيارية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنالك فرق بين أن يكون الناس عبيدا وبين أن يكون الناس عبادا.
كل الناس لله عبيد، ولكن ليس كل الناس لله عباد. العبيد بمعنى أنهم تحت مشيئته العامة وإرادته الكونية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما العبودية الاختيار التي يأتيها الإنسان طائعا مختارا، ولذلك القرآن فرق بين المصطلحين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. هذا الإنسان زود بكل مهارات الوجود لتحقيق هذه الغاية الأولى. ونحن نعلم أن الكون بكل كائناته عابد ومسبح، لكن عبادة الكون غير الإنسان عبادته عبادة تسخير، وعبادة الإنسان عبادة اختيار. ولذلك ينشأ رحم بين عالم المسبحين تسخيرا وبين عالم المسبحين اختيارا. الله تعالى قال عن داود عليه السلام: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، أي رجعي تسبيحك حتى تنسجم مع تسبيح داود، كما قال الله تعالى: والطير محشورة كل له أواب، يرجع لينسجم مع تسبيح داود عليه السلام. هذه الغاية الأولى. الغاية الثانية لهذا الإنسان في وجوده في الحياة هو أن ينهض بواجب الاستخلاف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وليست الخليفة بمعنى النيابة عن الله، فالله تعالى حي قيوم، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية والأزمان في علمه سواء. ولكن أن ينهض الإنسان بمنهج الله تعالى بين عباده وخلقه. والمهمة الثالثة هي أن يعمر الكون والحياة. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، الألف والسين والتاء للطلب، طلب منكم عمارتها. ولذلك المفهوم الشائع الذي أشاعه أهل العرفان والتصوف في التاريخ أن الدنيا إنما جاءت لتهدم لا لتبنى، وجاءت لتعبر لا لتعمر، ليس صحيحا. الدنيا هذه هي البسيطة التي نمشي في أرض الله ونأكل من رزقه ونتأمل في بديع صنعه، وأمرنا كذلك، والأرض وضعها للأنام، كل الأنام، لنستخرج منها. ولذلك لينتقل الله تعالى حينما سخر هذه المكونات لينتقل الإنسان من عالم التسخير إلى عالم التعمير. واستعمركم، الألف والسين والتاء للطلب، أي طلب منكم عمارتها. وينتقل من عالم التعمير إلى عالم التثمير، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إذن الإنسان وجد لتحقيق غاية العبودية الاختيارية والنهوض بواجب الاستخلاف وعمارة الكون والحياة، وزود بكل هذه الملكات والمهارات. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ثم إن هذا التسخير لكل كائنات الحياة ليكون الإنسان سيدا في الكون، لا ليكون سيد الكون. سيد الكون هو الله تعالى، ونحن موجودون في هذه على طريق الاستخلاف وعلى طريق تحقيق المنفعة، الملكية لله. ودورنا هو تحقيق المنفعة في هذه الملكية. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمالك على الحقيقة هو الله، والإنسان مستخلف ليستخرج هذه النعم ويؤدي حقها مع هذا الوجود. هذا الإنسان له صلة بهذا الكون، الكون المادي الطبيعي بكل مكوناته. أولا الصلة المعرفية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
والصلة الثانية الصلة الروحية، كما قلنا الرحم بين عالم المسبحين تسخيرا وعالم المسبحين اختيارا. العلاقة الثالثة علاقة المحبة، أحد جبل نحبه ويحبنا. العلاقة الرابعة هي علاقة الجمال، لأن الكون مسرح لتجلي الإبداع الرباني في هذا الوجود. ثم قاعدة الانتفاع والتسخير لمكونات هذه الحياة. فإذا الإنسان موصول بكل هذا الكون، الكون في عالم الشهادة وفي عالم الغيب، في عالم الفرد، في عالم الأسرة، في عالم المجتمع، في عالم الأمم والحضارات، وهو مرتبط كذلك به في عالم النبات الأخضر والحيوان الأعجم والجماد الأصم، لا ينفك عن كل هذه الدوائر. وهذا الإنسان، ونحن نتحدث عن هذا مدخل تأسيسي لأننا نتحدث عن العمل الإنساني، فنحن نؤسس لهذا المفهوم، مفهوم الإنسانية والإنسان موقعه في مركزية الرؤية الإسلامية بالنسبة لنا. ماذا يعني هذا الإنسان؟ مكون من عنصرين: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. عنصر الطين تعبير عن حوائج الجسد المادية، كل الحوائج المادية والغرائز التي يستجيب فيها لحوائج الجسد المادية، عبر القرآن عنها بلفظ الطين. ثم عبر عن الأشواق التي تسمو به إلى الملأ الأعلى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهو مركب من هذه. لو أراد الله تعالى أن يجعل الإنسان طينيا فحسب كان شأنه شأن البهائم التي تستجيب لغرائزها المادية فحسب، ولو أراد الله تعالى هذا الإنسان أن يكون شأنه شأن الملائكة، لأن الملائكة جبلوا على محض الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن أراد الله تعالى أن يكون الإنسان مركبا من هذين العنصرين، يقع بينهما التدافع ويقع بينهما التكامل والتراكم. فهو ليس طينيا فحسب وليس روحيا فحسب، إنما هو مزيج بين هذا وذاك. ولذلك العمل الإنساني يتوجه لبناء الإنسان في كلياته، يبنيه عقلا بالعلم والمعرفة، ويبنيه جسدا بالعافية والنشاط، ويبنيه كذلك روحا بالوجدان التي تسمو به وتتحلق وترتقي. وإذا وقع العناية بالإنسان بدنا بالعافية والنشاط دون بناء عقله بالعلم والمعرفة ودون وجدانه بالروح، فإنه لا يستطيع الوفاء بمطلوباته في الوجود. وكذلك إذا بني على رهبانية النصارى لينقطع عن مسرح الحياة، فإنه لا يؤدي رسالته في الوجود، فهو مزيج من هذا وذاك. ولذلك ينبغي أن يستحضر العمل الإنساني هذا المفهوم الشامل للتعاطي مع الإنسان عقلا وجسدا وروحا. إن لربك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. هذا التوازن والتكامل والشمول في بناء الإنسان. طيب، إذا هذا المدخل التأسيسي للإنسان، فالعلاقة بين بني البشر، كثير من المسلمين يحسبون أن العلاقة والأخوة دائما مردها إلى الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا. لكن الإحساس بغير المسلم لا ينظر إليه إلا من خلال منظور العقيدة المباينة أو الموافق، وهذا ليس بصحيح. القرآن يتحدث عن جملة من الروابط تنشأ بين بني البشر. الرابطة الإيمانية هي أعلاها وأغلاها، لكنها ليست الواحدة. فالقرآن الكريم يقول: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. هم جحدوا نوحا عليه السلام، كذبوا بنبوته، كفروا برسالته، ومع ذلك يثبت عقد الأخوة.
وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. إذن عندنا أخوة قبيلة، عشيرة، نسب، رحم، دم، مصاهرة، وفي أخوة إيمان، وفي أخوة إنسانية تتأسس على مبدأ الإنسانية. إذن الأخوة لا تنحصر. ذلك مرات أنت لما تقول أحيانا إخواننا المسيحيين، إخواننا الأقباط، بعض المتدينين يعني تقف شعور رؤوسهم استنكارا لهذا، إنما المؤمنون إخوة. فينبغي أن نفهم، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: وأشهد أن العباد كلهم إخوة. هذه الأخوة ترتكز بين بني البشر خارج دائرة العقائد، ما نطلق عليه بالبعد الإنساني، لها مرتكزات سبعة. المرتكز الأول: الإيمان بوحدة الأصل الإنساني. الناس كلهم ينتهون إلى العبودية لله والبنوة لآدم، أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. إذا نحن نشترك جميعا في أصل العبودية لله والبنوة لآدم، المبدأ الأول. المبدأ الثاني: أن الكرامة لمطلق بني البشر، ولقد كرمنا بني آدم، لمطلق لكونه آدميا، لكونه بشرا، لكونه إنسانا. الأمر الثالث: الأخوة الإنسانية إعمالها أولى من إهمالها، وأشهد أن العباد كلهم إخوة. المبدأ الرابع: أن الإيمان بأن الاختلاف بين بني البشر واقع بمشيئة الله، ولا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا الاختلاف بين بني البشر لا يقف عند حد اللون أو البشر أو الجنس أو اللغة، بل يتعداه إلى العقائد والأفكار. ثمرة هذا الاختلاف بين بني البشر ما هو؟ هو التعارف. كلمة التعارف يا أخواننا فيها ثلاثة معاني: ليعرف بعضكم بعضا، ولتبذلوا المعروف، ولتحصلوا العلوم والمعارف. يعني هذا التعارف الذي يزيل الجهالة في العلاقة ينشئ بابا للمعرفة وتحصيلها، وبابا لبذل المعروف. ثم المبدأ الآخر، وهو أن هذا الاختلاف ليس من سبيل لمعالجته إلا عبر أداة واحدة، وهي أداة الحوار. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. شوف القرآن استعمل صيغة التفضيل: إذا كانت هنالك طريقتان حسن وأحسن، فنأخذ بالتي هي أحسن وأجود وأطلب وأتقن. تمام. ثم بعد ذلك، وهو المبدأ السادس، وهو مبدأ البر. البر والقسط. وكلمة البر كلمة تدل على الاتساع في الخير، ومنه البر في مقابل البحر سمي لامتداده، ومنه البر الذي هو القمح سمي لكثرة منافعه وفوائده. فاستعملت هذه الكلمة الجامعة لأطراف الخير. ولذلك العمل الإنساني في تأسيسه هو بر، بر يمتد خيره وعطاؤه للبشر والحجر والمدر وكل الكائنات الموجودة. البر والقسط. والقسط ليس العدل هنا، القسط في هذا المقام الفضل والإحسان. لأن العدل أن تأخذ الحق الذي لك وتؤدي الواجب الذي عليك، ولكنه الفضل والإحسان فوق مرتبة تعاطي الحقوق فحسب. ثم ننطلق من هذه الأسس لتعزيز الشراكة الإنسانية، الشراكة الإنسانية والرافعة الحضارية التي تبني هذا المجتمع بكل علاقاته. الإمام علي رضي الله عنه بيّن لنا هذا البعد في قضية الشراكة الإنسانية. لما ولى مالك بن الأشتر ولاية مصر، ماذا قال له؟ قال له: الناس صنفان، إما أخ لك في الإسلام، وإما نظير لك في الخلق. يعني أخوك في الإنسانية وإن كان مخالفا لك في الدين، أخ لك في الإسلام ونظير لك في الخلق. ثم قال له: فأشعر قلبك الرحمة بالرعية. والرعية هي هؤلاء، أخ لك في الإسلام ونظير لك في الخلق. فأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم،
ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الإسلام وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك. إذن نحن نتحدث عن هذا الفضاء الواسع لبني الإنسان أيا كانت عقائدهم وألوانهم ولغاتهم وأجناسهم، باعتبار يعيشون في هذه الأرض التي قال الله تعالى والأرض وضعها للأنام لينتفع الجميع بخيراتها، ويصبح بعد ذلك التسابق في ميدان الإحسان والإتقان والتجويد للعمل الصالح بكل مساراته. ونبينا عليه الصلاة والسلام عزز هذا المفهوم للشراكة الإنسانية في الجاهلية قبل الإسلام، لما قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أن لي به مثل حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. هذا الذي عرف بحلف الفضول، فعملنا الإنساني هو حلف فضول عالمي يتأسس على مبدأ الشراكة الإنسانية. قال لو دعيت به في الإسلام لأجبت. هذا الحلف كان قائما على ماذا؟ قال قائما على نصرة المظلوم وردع الظالم وإغاثة الملهوف وسد مصغبة الضعفاء من أهل مكة ومن عابر السبيل. إذن فهو يعمل في بمنطق العمل الإنساني لكل البشر من الضعفاء في مكة ومن العابرين عليه. أسس لحلف فضول، قال لو دعيت به في الإسلام لأجبت. ولذلك نحن ننطلق في باب الأخلاق، لا ننطلق في هذا العمل الإنساني من منطلق الصفر، وإنما ننطلق من مبدأ التراكم والتكامل المعرفي والعملي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولذلك كان عند العرب مكارم الأخلاق، وسنجد في المجتمعات البشرية منهم من بقي على أصل الفطرة. ولذلك عنتر يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا من مكارم الأخلاق، عفة ومروءة. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هذه مروءة. أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإذا مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق في الناس قد يبقون على أصل الفطرة ويعيشون عليها، لا هذه الفطرة التي لم تلوثها الملوث. فلنحن حينما ننطلق أيها الأحباب من هذا التأصيل لمفهوم الإنسان والنزعة الإنسانية في سمتها ودلها ومواصفاتها ورسالتها في الوجود، ننطلق من منظور إسلامي عميق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل آخر اللبنات في مسار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن كذلك هذا العمل الإنساني لا ينطلق من فراغ، وإنما ينطلق من هذه الأصول الربانية الإنسانية العالمية الشاملة، والتي تعزز المشتركات بين الإنسان، بين الأديان، بين الحضارات، بين الأوطان، بين الأكوان، بين بني الإنسان بكل مختلفاتهم، لتعزيز هذه المسائل. ولذلك العمل الإنساني هو عندنا من فروض الكفايات، وفروض الكفايات هي واجبات مجتمعية وتكاليف شرعية. تكاليف شرعية بمعنى أن الأمة إذا عجزت عن النهوض بها تأثم في مجموعها، وإذا نهض بها من يسد كفاية الأمة، كان هذا من معنى فروض الكفايات، وهو من وجوب من الواجبات المجتمعية التي على المجتمعات أن تنهض بها لتحقيقها في كل آفاقها ومساراتها. هذه المعاني أيها الأحباب التأسيسية التأصيلية في منطلقاتها ومرتكزاتها ينبغي أن تكون حاضرة، وهذا يدل على أن الأصل
في العلاقة بين بني البشر ليس إلا السلم، سلم الكلمة وسلم الفكر وسلم الدعوة وسلم الممارسة وسلم العلاقة. الحرب والعدوان طارئة وليست هي الأصل. ولذلك عند التتبع في الآيات المتعلقة بمشروعية القتال نجد أنها الأسباب الثلاثة التي ذكرها القرآن تنتهي إلى معنى واحد، وهو رد العدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نصرة المستضعفين في الأرض من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هو عدوان وقع عليهم. درء الفتنة عدوان وقع أو وشيك. وبالتالي نحن نؤسس لهذه العلاقة من منطلق أن الأصل بين بني البشر هو السلم، وما دام السلم فالأصل أن ننداح عبر أدوات البر وكذلك فعل الخير الذي هو مقصد إنساني عظيم. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفعل الخير جاء مطلقا بكل صوره وأشكاله، ولكن فعل الخير دائما لا يكتفي فيه العمل الإنساني بهذا البعد في إطاره القيم والأخلاق، لا يكتفي بلعن الظلام، وإنما يجتهد في إيقاد الشموع. وكثير من العاملين يحرصون على تشخيص الداء ولكنهم لا يبذلون جهودا في وصف الدواء. والمنهج القرآني في التعاطي مع الشأن الإنساني وغيره هو منهج بنائي دائما، يعني يحذر من الشر ويدل على فعل الخير. حرم الربا أحل البيع، حرم الزنا أحل الزواج، يعطينا مثالا. فالعمل الإنساني هو لا يكثر من لعن الظلام بل يجتهد في إيقاد الشموع. والمحدد الثاني بعد البر ومقصد الخير والذي هو يعني البناء الإيجابي، المبدأ الثالث القيمي في استحضار هذا المعنى للعمل الإنساني هو التدبير الاستباقي. أنت تلاحظ في كثير من آيات القرآنية يأتي القرآن بمصطلح الخوف: وإما تخافن من قوم خيامة فإن خفتم ألا تعدلوا فإن خافا ألا يقيما حدود الله. الحديث عن مصطلح الخوف. إذن نحن في العمل الإنساني عندنا قواعد، اللي هو قاعدة المنع وقاعدة الدفع وقاعدة الرفع. قاعدة المنع: اتقاء الشيء قبل وقوعه، اتقاء الحادثة أو الكارثة أو الجائحة قبل وقوعها، هذا قانون المنع. ثم قانون الدفع: حينما يقع الأمر الكارثي نجتهد في دفعه بكل الوسائل. ثم القاعدة الثالثة قاعدة الرفع، وهو إزالة الآثار السالبة التي ترتبت على هذه الجائحة. إذن فالمنهج البنائي القيمي منهج متكامل، فيه المنع وفيه الدفع وفيه الرفع، فيه اتقاء الشيء قبل وقوعه وفيه دفع الشيء عند وقوعه، وفيه إزالة الآثار السالبة المتعلقة بما آلات هذا الفعل. ولذلك لا بد من العمل على التدبير الاستباقي، وهذا يقتضي دائما في العمل الإنساني الخيري أن يكون لديه مراكز الاستشراف المستقبلي التي تراعي كل هذه الأبعاد وقاية وإغاثة ونماء ومنعا ودفعا ورفعا. وهذا من منهج التدبير الاستباقي الذي أشار إليه القرآن الكريم: خذوا حذركم وأسلحتكم. فهو موقف لا يقف عند حدود الوقاية والصمود، ولكن معه تحرك ودفع وأخذ بأسباب القوة. رابعا، التأكيد على مبدأ مهم في هذا العمل الإنساني: الارتقاء بوعي المجتمع، لا سيما مجتمع المانحين.
كثير من الناس الذين يهتمون بعمل الخير والإنفاق فيه المفهوم عندهم ضيق. يعني الآن حينما تحدث عن كفالة اليتيم، ما هذا من أجل القربات، ولكن أين نحن من يتم الأمة، اليتم المعنوي للأمة؟ كيف نستطيع أن نقدم هذا في مسارات عملية يقتنع بها؟ طيب حينما تأتي للمانح لتحدثه عن حاجة في أفريقيا فإنه يهتم ببناء المساجد، فكيف نستطيع أن نقدم له أن بناء الساجد قبل بناء المساجد؟ الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. الأرض كلها بالنسبة لنا مسجد، كيف نقدم بناء الساجد على بناء المساجد؟ بناء المسجد وسيلة وآلية، وبناء الساجد هدف كبير ليحقق غايات. ولذلك يمكن أن تقنعه بأن المدرسة في هذا المكان التي يتلقى فيها أهل القرية التعليم، ويكون فيها برنامج لمحو الأمية للكبار، ويكون فيها مشغل للنساء للحرف المنزلية، ويكون في ذات الوقت غرفة لأداء الصلاة ولذكر الله، ولا تحتاج لمئذنة وكذا وكذا. هذا يقع في باب ترتيب الأسبقيات. ترتيب الأسبقيات واحدة من المحددات المنهجية القيمية في هذا العمل الخير الإنساني. والأسبقيات منهج تأصيلي في كل، عندنا الإيمان شعب أعلى وأدنى، والذنوب كبائر وصغائر، وعندنا فرائض وواجبات، وعندنا فرائض عينية وفرائض كفائية، وعندنا فرائض ونوافل، وعندنا محرمات، ده كله ليدلنا على منهج ترتيب الأسبقيات. يعني جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز، أحد العمال أو الأمراء الذين كانوا على ولاية ما، فقال: يا أمير المؤمنين، صدق لنا بمال نكسو به الكعبة. قال: إني أردت أن أجعل هذا المال في أكباد جائعة، فذلك أولى من كسوة البيت. وعبد الله بن المبارك خرج يحج حج نافلة، فلقي امرأة تأكل من فتات الطعام، فسألها عن حالها، قالت: إني أعول أيتاما لي. فأخذ نفقة الحج له ولأصحابه، ثم دفع به إلى تلك المرأة وقال: هذا حجنا هذا العام. كيف نرتب الأسبقيات في مشاريعنا وبرامجنا وفي عقلية، وننمي هذه الأسبقيات في عقلية المانحين أفرادا كانوا أو مؤسسات أو مجتمعات أو أمم؟ هذه الأسبقيات يحددها، كما يقولون، تحددها الجهات الأربع: الزمان والمكان والعرف والحال. إذن تختلف باختلاف البيئات والوقائع والأحوال، لكن لا بد أن ننشئ تصورا يرتقي بوعي الناس حتى في مجال الإنفاق وفي مجال التعاطي مع هذا العمل. من هذه القيم الحاكمة هو بسط القدوة. كثير من العمل الخيري في بعده الإنساني تنحسر عنه قضية القدوة، وإذا وقع الانفصال بين القول والعمل فتلك الطامة الكبرى. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها سعل. ولذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بسط القدوة التي تدل بدلالة الحال قبل دلالة المقال. ولذلك الناس يجدون في نماذج حتى معاصرة وليست نماذج قديمة، عليه رحمة الله الشيخ عبد الرحمن الصميط والدكتور هاني البنا وأضراب هؤلاء من الأحياء والأموات، يجدون ترسما لكثير من هذه المعاني في واقعة الناس. وأنا لا أريد أن أقصم ظهره، فقد شاهدته، وهذه القضية خاطرة في ذهني عام 82 في دار الطلبة المسلمين في موزلي رود في بيرمنغهام، في غرفة صغيرة مترين في مترين، وهو يجلس على جانب هذه الحجرة ويتأمل واقع المسلمين، ثم تنقدح هذه الشرارة
فتتوثب بعد ذلك همة متوثبة ويقع هذا الإنجاز المبارك. أحسب أن العمل هذا في بعده التأصيلي والتنزيلي ينبغي أن يراعي بسط القدوة بدلالة الحال قبل دلالة المقال. ثم هنالك بعد خامس وهو يتعلق بالموازنة بين الحرية والمسؤولية. هذه من القيم الأخلاقية الضابطة والحاكمة في مسيلة العمل الخيري الإنساني، باعتبار أن الحرية أصل في الاختيار، وقد قامت أمتنا على مبدأ الإيمان بالتعددية الدينية الحضارية الثقافية، وعشنا هذه التعددية بكل صورها وأشكالها، ولكن معها ضميمة المسؤولية، فأنت حر ولكنك مسؤول. فالحرية حينما تشكل عدوانا على الآخرين، عدوانا في العقائد، عدوانا في السلوك، عدوانا في الأمن العام، فحينئذ ينبغي أن تتوقف. فالموازنة أو فقه الميزان بين قاعدة الحرية وقاعدة المسؤولية. هذه الأمة العظيمة عاشت في كنفها أنماط، يعني لو جئنا في قضية الأسلمة والتعريب في الحضارة الإسلامية، هنالك شعوب انتمت إلى الحضارة الإسلامية دينا ولسانا كدول شمال إفريقيا، وهنالك شعوب انتمت إلى الحضارة تمسكت بحريتها في الدين وانتمت إلى الحضارة لسانا دون دين أو عقيدة كأخباط مصر، ووجدنا من انتمى إلى الحضارة دينا ولم ينتمي إليها لسانا كالهند كالهنود والفرس والترك والمغول والحبش والبربر، ووجدنا من عاش في كنف حضارتنا ولم ينتمي إلى حضارتنا لا دينا ولا لسانا ولا لغة كالآشوريين والكلدانيين. ووسعت الحضارة كل هذا التنوع، ولذلك هذا التنوع، هذا الاختلاف، سواء كان اختلاف تضاد واختلاف تشاحن أو اختلاف تنوع، كله هو ضمن هذا الواقع الإنساني الذي ينداح فيه العمل الخيري. فينبغي للعمل الخيري أن يراعي هذا التنوع، وفي ذات الوقت يحرص على قضية المسؤولية. اعتماد مبدأ المؤسسية والتخصص. يا أخواننا، في هذا العمل لم يعد من القيم الحاكمة قضية الفرد الموسوعي. زمان في التاريخ كانوا يتكلموا عن أبي حامد الغزالي بموسوعيته وفلسفته وفقهه ومقاصده، ويتكلمون عن موسوعية شيخ الإسلام ابن تيمية والطبري. اليوم هذا عصر التخصص والتخصص الدقيق، ولذلك ينبغي أن ينداح العمل الخيري من خلال البناء التخصصي، بمعنى أن ينداح كل فريق في شعبة من شعب هذا العطاء الإنساني في أبعاده الإغاثية والوقائية والتنموية. ومشروع أن يكون الإسلام بتاع كله، فلا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، هذا يؤدي إلى اضطراب كثير. قديما أهل الحديث وأهل الفقه كانوا يفرقون، يقولون المحدثون صيادلة والفقهاء أطباء. المحدث زي الصيدلي، يحضر لك الدواء بحسب النسب، ولكن الذي يقول هذا الدواء يصلح للمغص أو للحمى أو للصداع، هذا شأن الطبيب. كذلك المحدث زمان يقول هذا الحديث صحيح ضعيف موضوع، يقف. ما يستنبط من الحديث فقها ودلالة هذا شأن الفقيه. وبالتالي العمل من قواعد القيم الحاكمة له وأخلاقياته أن يعتمد مبدأ التخصص والتخصص الدقيق، مع مبدأ التكامل والتراكم بين جهود الآخرين، إعمال المؤسسية وإعمال التخصص. وهذه المؤسسية تقتضي أيضا شيوع التداول. كثير من الناس بيفتكروا والله مجرد التداول على المواقع في المؤسسات هي سنة غربية، ولكنها قديمة في تاريخنا، لأن الأصل أن هذه المسألة متأسسة على قضية العقود، والعقود تصح بما تبسط تصح به العقود وتبطل ما تبطل به العقود، والعقد دائما له طرفان، طرف الأمة أو المؤسسة والطرف الآخر الذي تنتخبه وتختاره المؤسسة. والعقد
الأصل فيه استيفاء الشروط، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. سيدنا عمر لما أحال الأمر إلى الستة ليتحدث عن ترشيح الخليفة الثالث، عرضت الأمة شرطها على المرشحين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، والشرطان هما العمل بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين. سيدنا علي قال الكتاب والسنة على العين منا والرأس، والشيخان اجتهد كما اجتهدا. وسيدنا عثمان قبل بشرط الأمة فأعطت الأمة لمن قبل شرطها. وإذا اشترطت الأمة أن تكون فترة المسؤول في المؤسسة لدورة أو دورتين تنتهي، ما ينبغي أن يقول الله لا، السنة هي أن يكون على مدى الحياة. لا، سيدنا عمر قال لو طالت بي حياة لجعلت الوالي 4 سنين، إن كان قد عدل فقد مله الناس، وإن كان قد جار فحسب الناس من جوره 4 سنين. وسيدنا عمر بفضله وإمامته وعدله وقف في المنبر في آخر جمعة له وقال اللهم إني قد مللت الناس وملوني، اللهم فاقبضني إليك، وهو من هو. فلا بد في إطار البناء المؤسسي أن نؤصل لقيمة التداول، وأن التداول ليست شنشنة غربية، وإنما عميقة الجذور في تراثنا الإسلامي. وهذا يفتح باب التجديد والفاعلية، وهي النقطة قبل الأخيرة، هي مسألة التجديد والفاعلية في هذا العمل من القيم الحاكمة. والقاعدة تقول من لم يتجدد يتبدد، من لم يتقدم يتقادم، من لم يتطور يتدهور. الماء الراكد يأسن، والخلايا إن لم تتجدد تموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها. الدين المنسوب هنا إلى الأمة وليس إلى دين الله، يعني التدين. فإذا كسب البشر كله يحتاج إلى حركة تجديد وإحياء. نبدأ بتجديد النيات وتجديد الهمم والعزائم، ونجدد الفاعلية، ونجدد الرؤى، ونجدد البرامج والمناهج والمشاريع والخطط، ونجدد الوسائل والآليات، وكذلك نجدد القيادات. فالفاعلية مع التجديد أمر لازم، وأمر من شأنه أن يحرك. ومهم جدا أيضا هذه الفاعلية والتجديد في قيم العمل الإنساني أن ينشأ معها ما يمكن أن نسميه بفقه المراجعات. لأن بعض الناس يعتبر أن هذا الكسب ما دامت النية فيها مخلصة لله فيكفي فيه خلوص النية، لكن مثل ما قال دكتور سيد هذا العمل الصالح، العمل الصالح له شعبتان، إخلاص النية وصواب العمل. وما دام هذا الكسب هو كسب بشري وإن كان يهتدي بهداية السماء، لكن له ليس له عصمة ولا قداسة. ومن شأن دائما هذا العمل أن يقوم على قاعدة فقه المراجعات، نراجع أداءنا، برامجنا، مشاريعنا، خططنا، وسائلنا، مواقفنا، طرائقنا. قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذا المراجعة هذه مطلوبة دائما، وتؤدي إلى تصحيح المواقف، وتؤدي إلى استيعاب الدروس والعبر. ونحن دائما بين استلهام الماضي ومعايشة الحاضر واستشراف المستقبل. لا نقف عند حد القديم الذي أنجزناه ونقول ليس بالإمكان أبدع مما كان، بل الصواب في الإمكان أبدع مما كان. ولا نقول كم ترك الأول للآخر، بل الصواب كم ترك الأول للآخر. هذا باب يعني يقع فيه هذا التوارث، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه المراجعة مطلوبة دائما أيها الإخوة. وحيثما وقع الإنسان
إن كان في الساقة أو كان في الحراسة يصبح هذا من سداد الموقف خالد بن الوليد، وهو من هو الذي فتحت الأمصار على يديه وانهزمت الجيوش أمامه لما أتاه أمر أبي حفص ليتأخر ويتقدم أبو عبيدة ابن الجراح. ماذا كان موقفه؟ قال شاعر النيل: سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح وهل أغنى تواليها، غزا فأبلى وخيل الله قد عقدت بالنصر واليمن والبشرى نواصيها، لم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها، أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آي الله تاليها، ولا اعترته شكوك في خليفته ولا ارتضى إمرة الجراح تمويها. إن كان في الساقة أو كان في الحراسة، فالأصل أننا نخدم ديننا ودعوتنا وأمتنا ونخدم البشرية، لا يهم الواحد منا أن يكون في أي موقع، فإنه يستطيع أن يورث تجربته، يزاوج بين استلهام الماضي ومعايشة الحاضر واستشراف المستقبل. وكلمة أخيرة، إننا نريد أن ننهض بهذا العمل في بعده الإنساني لتكون اليد هي اليد العليا وليست اليد السفلى، أن نوازن بين البعد الإغاثي والبعد الوقائي والبعد النمائي، لنجعل من هذه فرصة هداية بطريقة غير مباشرة، بطريقة نستجمع فيها طاقات الأمة ونكون جزءا من هذا الفاعل على المسرح الدولي. وكما قال بحق الدكتور هاني: ليس على قاعدة التبعية ولكن على قاعدة الرسالية التي نتقدم فيها بأصالة المنهج وبعمق الفكرة وبعلو الهمة وبوضوح الرؤية وبهذه الفاعلية المتجددة وبهذا البناء المؤسسي الذي يرعى التخصص والذي يزاوج بين عبرة الماضي ومعايشة الحاضر واستشراف المستقبل. وأكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا دكتور عصام، الحقيقة وضع تأصيلا جميلا للعمل الإنساني من وجهة نظر شرعية، وإذا حاولنا اختصار هذا الكلام لن يكون بجمال اللفظ الذي تفضل به الدكتور عصام جزاه الله خيرا. يعني أنا أركز فقط على يمكن الجزء الأخير من المحاضرة في الموازنة بين الحرية والمسؤولية، فقه الميزان، مبدأ المسؤولية والتخصص، شيوع التداول، التجديد والفاعلية، وفقه المراجعات. الحقيقة لو بنتكلم النهاردة على إرساء قواعد لمنظمة إسلامية إنسانية تعمل بهذا المفهوم، فهذه تكون هي إن شاء الله قاعدة الانطلاق بإذن الله. الحقيقة لا، نظرا لأن احنا بدأنا محاضرة الدكتور عصام متأخرين قليلا، كان في مخطط أسئلة وأجوبة، لكن إن شاء الله نكتفي يمكن بسؤال أو اثنين بحد أقصى من الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات. لو حد عنده سؤال يتفضل به إن شاء الله، ولو ما فيش خلاص يبقى بنستكمل بإذن الله. جزاكم الله خير، تفضل. خلاص يبقى عندنا سؤالين اهو إن شاء الله ونكتفي بهم بإذن الله. ماني كنت دكتور عصام مشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير. أنا حاولت أركز كل مبدأ يتكلم عنه الشيخ وأربطه بأفضل الممارسات في العمل الإنساني الدولي. وجزا الله خير، وضع إطار إسلامي من خلاله تستنبط عدة مسائل مهمة جدا، واسمحوا لي أستخدم بعض العبارات الإنجليزية ذات العلاقة حتى يستطيع المستمع يربط بينها وبين معانيها. نعم معلش، مراعاة الوقت بس، يبقى جزاك الله خير. نعم، يعني وتسمى best practice في العمل الإنساني قضية المساءلة وهي الاكاونتبيليتي.
قضية القدوة وقضية الرقابة والتقييم. ولا أطيل في هذا التعليق إلا أن لي طلب واحد أطرحه كمقترح، بأن يتحول الكلام هذا إلى منهج نتعاون فيه جميعا، يخرج مؤلف يتداول من خلاله، يكون من ضمن منهج تدريبي، لأن بصراحة لدينا فجوة كبيرة جدا جدا في بناء القدرات وفي إيجاد منهج مناسب ملائم لثقافتنا وديننا وإقليمنا. جزاك الله خير، بارك الله فيك، إن شاء الله يؤخذ هذا في الاعتبار. ولعل حضرتك تلاحظ أنه من ضمن اللوجوز الموجودة على الشاشة Humanitarian Academy for Development، وده عملهم الشاغل حاليا هو وضع هذه الأسس وهذه الأطر في نظام تدريبي إن شاء الله الجميع يستفيد منه بإذن الله. الأخ الكريم كان فيه سؤال ثاني، تفضل. جزا الله خير دكتور عصام على التقديم اللي عمله، والله يبارك فيه على الكلام الطيب. يمكن أنا أتكلم بصراحة شوي كمؤسسات إسلامية خيرية موجودة في العالم الإسلامي، في تخوف خلينا نقول من الجيل القديم أو المؤسس من التعاطي مع الجمعيات الدولية كمنظومة أخلاقية إسلامية بين أوسين. طبعا كيف أنا أوفق بين الطلبات الموجودة للمؤسسات الدولية اللي بعضها أنا من لبنان طبعا في لها مقارب معينة، يعني بيطلب منا مصادر التمويل، بيطلب منا أسماء الناس المستفيدين، فهو بيربط عطائه إما أنت تعطيه المواد اللي هو بيطلبها وإما لا يعطيك، يعني تاكت أور ليفت بكل بساطة. كيف أوفق أنا بكل وللأسف نحن كجمعية إسلامية أحيانا عم ننحدر للطلبات اللي عم يطلبوها أو خلينا نقول عم نطلع خارج أخلاقيات العمل الإسلامي اللي تفضل فيه الدكتور عصام، وعم نفقد كثير من كوادرنا بالمنظومة الإسلامية اللي نحن أملنا فيها. فأنا أرى في حيط سميك جدا بين الاي ان جي اوز لصح التعبير وبين المنظومة الإسلامية بين مزدوجين مرة أخرى، فبتمنى بس إذا الدكتور ينوه بهال. نعم، هنالك لا شك أن الواقع الدولي بتضاريسه واختلال معاييره واضطراب موازينه هنالك إشكاليات كبيرة، ولكن أنا أعتقد أنه العمل الإنساني الخيري الإسلامي الذي ينطلق من المرجعية الإسلامية الحمد لله اتسع وجوده وعطاؤه، وينبغي أن يلتقي القائمون عليه لتحديد المنطلقات في التعامل مع هذه المنظومة الدولية التي لا غنى لنا عن التعامل معها، ولكن لا ينبغي أن يكون التعامل مبنيا على الاجتهاد الفردي للمؤسسات الجزئية وإنما وفق رؤية. وأنا مثلا على سبيل المثال أذكر أن أخانا الحبيب الدكتور هاني جزاه الله خيرا مر علينا قبل فترة بحضور أستاذنا الجليل الدكتور سيف عبد الفتاح وبعض الإخوة الدكتور حسين القزاز الله يكرمهم جميعا، وكان هنالك نقاش حول قضية أن الأمم المتحدة إعطاء الزكاة للأمم المتحدة وما هي الصيغة المثلى وما هي الضوابط وما هي المحاذير، وطرح القضية بكل أبعادها من حيث الإشكال، وتوافقنا على أن هذه المسألة لا تعالجها فتوى فردية ولا يعالجها اجتهاد جزئي لمؤسسة ما، وإنما يحتاج أن يتداعى لها أهل الاختصاص الفقهاء الذين لديهم إلمام بالواقع الاقتصادي والدولي والفقهي والمؤسسات التي تعمل في هذا الحقل، ويقع استعراض هذه القضية بكل أبعادها وآثارها ومآلاتها وإشكالاتها وتضاريسها ثم وضع الحلول المناسبة للتعاطي مع هذا. ولذلك في قضايا كثيرة هذه جزئية منها، ولكن لدينا إشكاليات متعلقة ب قضايا التفكيك الأسري والبناء الاجتماعي سيدا، ولدينا مشاكل في قضايا الإلحاد، ولدينا مشاكل في قضية الشذوذ والمثلية، ولدينا قضايا تضاريس متعلقة بالقضايا الإنسانية. هذه المسائل أيها الإخوة لا تعالج باجتهاد فردي ولا بانتحال مؤسسة
تنفرد وحدها بالتعاطي، وإنما يتم اللقاء ويقع التشاور والتداول واتخاذ الاستراتيجية والمنهجية للتعامل مع هذا، وبعد ذلك لا يقع العمل الخيري في قاعدة الانكفاء والانعزال، ولا يقع في قاعدة الذوبان والاندماج، ولكن تفاعل بلا ذوبان وخصوصية بلا انغلاق. كيف يقع التحقيق بين الموازنة هذه؟ التفاعل الإيجابي دون ذوبان، والخصوصية ومراعاتها دون انغلاق أو انكفاء. هذه الوزنة هي التي تتم عبر التشاور والتداول والتحاور ودراسة القضايا من كل أبعادها واتخاذ الاستراتيجية المناسبة، وبعد ذلك كل يعني هنالك ما يسمى بفقه الوسع الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني نحن أحيانا في العمل الخيري الإسلامي نتكلم عن عالم المثال، لكن هنالك فرق بين عالم المثال وبين عالم المقدور والممكن والمتاح والمستطاع. القرآن ذكر في قضية قال واحد يقابل عشرة، ثم قال علم أن فيكم ضعفة نزل الحكم من العزيمة إلى مستوى الرخصة، فجعل الواحد يقابل اثنين. كيف نحن نتنزل من المثال المنشود إلى الممكن الموجود؟ في ظل هذا التعاطي نستحضر العقل الجمعي والتداول المؤسسي المزاوي بين خبرة الخبراء وفقه الفقهاء. نحن على سبيل المثال وأختم، يعني لما جاءت قضية المشاكل الطبية مثلا الاستنساخ، الموت الدماغي، زرع الأعضاء، نقل الأعضاء، ما الذي حدث؟ الطبيب وحده لا يستطيع أن يفتي، والفقيه وحده لا يستطيع أن يفتي. الذي حدث نشأت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ومقرها الكويت، الآن فتاوى أكثر من 12 مجلد. لما تأتي القضية فيأتي الأطباء اللي هو يعني يشرح القضية، ثم يأتي بعد ذلك الفقهاء حينما يستوعبون القضية النازلة ينزلون عليها الحكم. برضو تشوف القضايا الاقتصادية المالية كلها إلى قضية البيتكوين وغيره وغيره، بيجي أيضا الخبراء المختصون في علم الاقتصاد ويأتي معهم الفقهاء الذين لديه لما، وهذا الاجتهاد المركب بين فقه الفقهاء وخبرة الخبراء هو الذي يشكل لنا مزيجا من الهداية في هذا. كذلك في العمل الإنساني المؤسسات لديها الخبرة ولديها العلاقات ولديها التجارب، تحتاج أيضا أن تجتمع مع أهل الخبرة الفكرية والفقهية ويزاوجون من خلال طرح هذه التحديات استبصارا لرؤية إن شاء الله تكون مفيدة ومواكبة للواقع، وبهذا بهذا العقل الجمعي إن شاء الله نكون على بصر بهدايتنا وطريقنا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.